كلينتون من مأزقها مع ترامب في شهرين، عندنا شهرين أو 3 أشهر، لازم إحنا دبلوماسيتنا وعملنا يستوعب ويستثمر هذا الموقف الأمريكي للحصول على الدعم. هل تعتقد أننا يعني قادرون على استثماره بشكل جيد؟ طبعا تم استثمار هذا الحرج الأمريكي بمعركة الفلوجة، هي كانت البوصلة باتجاه معركة نينوى، وكان الجانب الأمريكي يضغط بهذا الاتجاه لأنه يريد أن يأخذ يعني بأكبر يعني مساحة من الزمن حتى لا يحرج، يعني كما اتفقنا بأنهم 4 أو 5 أشهر أمام انتخابات بشكل نهائي واليوم لم يحقق شيء، لكن أنا باعتقادي سوف تكون هنالك سرعة في هذه المعركة وبشكل خاطف وسريع. واليوم عندما نتكلم عن قاعدة الجيارة وكذلك وصولهم، أنا باعتقادي حققوا هدف كبير جدا، لأن اليوم سوف يكون هنالك سرعة في الاستجابة للأهداف وكذلك تأهيله بشكل سريع، وأيضا وصول العتاد والمقاتلين. كانت هذه هي عقبات كبيرة جدا بالنسبة للتحشيد ووصول قطاعات العسكرية. شنو العقبات المتبقية هسه أمامنا اليوم؟ أنا قضية واحدة، أنا أجزم لك أنه معركة نينوى محسومة ولصالح القطاعات العسكرية العراقية، بس لكن راح يعني أنا لا أكون متشائم، سوف يكون هناك خلافات يعني على مستوى عالٍ جدا ما بين الكرد وكذلك حكومة المركز، ما بين الفصائل التي شكلت بعد التحرير لو قبل التحرير ما بعد التحرير. اليوم الجانب الكردي يريد أن تنتفي المادة 140 كما تحدث دكتور هشام، أنه يتكلم عن 14 وحدة إدارية، عند اليوم 12 بقت 2 بعد المادة 140 ما إلها لازم اليوم، بموافقة أمريكية بقرض كبير أمريكي يعني وجود قواعد أمريكية. أنا خلينا نطلع من مشكلة الاحتلال داعش ونصل للتحرير وبعدين نسولف على المشكلة. القضية راح تختلف اليوم. اليوم أنا من أتمكن إذا فتحنا ملفاتها قبل التحرير ما راح تتفاوض. لا دكتور، مو هذا الكلام. أنا أتكلم لي لو جاني تتفاوض وياي قبل لا أحرر جرف الصخر أقول لك إيه، أنا عندي 5 فرق عسكرية مهزومة، عندي داعش على 4-5 كيلو على حدود بغداد الإدارية، أتكلم لك على حالة هلع وخوف وارتفاع تذاكر السفر وكل الأشياء هاي. بس اليوم نتكلم لك عن 42 معركة أنا أخوضها وانتصر بيها وأضرب داعش اللي مهدد العالم بشكل كامل، أنت مفروض ما تجي تقايضني بمعركة أنا متمكن منها تماما، يعني أنا وفر لك الدعم اللوجستي والمقاتلين وتشترط علي هلقد عدد من الحشد الشعبي وهلقد من الشبكة وهلقد من الأيزيديين ومن الجبور ومن الكذا. هذا الكلام كان في حساباتهم فقط. اليوم أنا باعتقادي معركة بهذا الحجم يجب أن تأخذ مساحة أكبر بالجانب السياسي، ولا تكون هنالك يعني بعض المشكلات التي تحصل أو تلتحق تماما بموضوعة النصر. انظر، ما عندنا معركة ما التحق بها مشكلة سياسية، أما يتهمون الجيش بالسرقة أو بالاعتداء. واليوم عندما تكلمنا عن معركة الفلوجة، معركة الفلوجة ليست عسكريا قوية، لا بمقاتليها ولا بالشباب اللي يعني انتموا إلى تنظيم ده، كانت قوية بالجنب السياسية، كانت معركتها معركة سياسية، والمراد منها هو ابتزاز النظام السياسي بالبلد. كانوا يضعون الخاصرة الرخوة للتأثير على 3 محافظات، الجنوب من صلاح الدين، الشمال من بابل، العاصمة بغداد. وماذا يراد من الموصل بنفس الوقت؟ أنا باعتقادي موضوعة الموصل يعني تسألني اليوم بشكل يعني متابع إلى هذا الموضوع، اليوم أنا عندي معركة الفلوجة وانتصار العراق بالفلوجة أهم وأكبر من معركة الموصل، لسبب اليوم عندما يعني انتصران بكل هذه المعارك بتلك الظروف الذي يعني المفروض يوميا راجعها، يعني نشحذ السلاح والعتاد والذخيرة ونتوسل بدول الجوار، ويعني لو ما أبواب الجمهورية الإسلامية اللي أنا تنفتح على مصراعيها ما أعتقد كان نقدر نتخطى هاي الأزمة الكبيرة اللي إحنا مرينا بها. اليوم نتكلم عن قدرات قتالية، عن معنويات، عن جيش اليوم جبار وكبير يمتلك اليوم كل هذه المقومات. إذن حضرتك متخوف من الإشكالات السياسية ما بعد؟ نعم. الدكتور الهاشم.